خطاب سي لا بورتي دي تو الموند، كل واحد يقد يدير خطاب، ولكن من بعد كيفاش تطبق انت خطابك، شنو هي الاليات ولماذا ما يمكن، لانه في المخيمات انت تعرفهم في المخيمات، هذا عنده المجموعه اللي تبيع الغيار في البلاصه الفلانيه، وهذا عنده المجموعه اللي تبيع الدقيق في البلاصه الفلانيه، وهذا عنده البنزين، وهذا عنده كذا، عكس اكزاكتومون سي لي ريفلي ديال النظام الجزائري، ها جنرال الزيت، ها جنرال السكر، ها جنرال كذا، ما يمكن، لانه الوضع اليوم فم هو وضع متازم. واحد يتكلم كانها دوله، انت تقول انا لاجي وانا دوله، كيفاش الدوله هذه لاجيه؟ ما يمكنش، معناها لانه لا يمكن بانه يطبق ذاك الخطاب، ذاك خطاب شعبوي يراد به ان يكون هناك ناس يعني يصنتوا له، ولكن في الواقع ما يمكنش يطبق هذا، لانه لا يمتلك الوسائل لفرض هذا النوع من من من, من الافكار، مفهوم؟ معناها لانه هذا التنظيم اللي يقول لك انا اللي نديره، ما يمكنش تديره، لان ذاك الشباب مثلا اللي ما يشتغل شنو يدير؟ الشباب اللي عندهم فما يشتغل شعدل لا يعيش بلا اماني، لا يعود يوكل الشعارات من جيش حرب التحرير تضمن يوكلها يعيش منها، المراه ولا كونتكست ثاني، ولا شباب ثاني وقاري عنده تطلعات، شنو تعطي انت هذا الشباب؟ لا تشحنوا دائما الحرب، هل الحرب هي الحل؟